عايزين نتكلم عن المعايير اللي تناسب اللي داخل يعمل العملية. المعايير اللي انتوا بتبقوا شايفينها في المريض ده هنا يناسب عملية التكميم. في معايير طبية اللي هي مؤشر كتلة الجسم، وفي معايير أخرى. المعايير اللي هي مؤشر كتلة الجسم معروفة لكل الأطباء، لكن احنا بنقول سبب بعض فشل أو العمليات انه انا ما بختارش العملية المناسبة للمريض بالنسبة لسنه، بالنسبة لحالته، بالنسبة للمضاعفات اللي عنده، الجراح مش كفء، المكان غير مجهز. هي دي الأسباب اللي ممكن تخلي لي العملية غير ناجحة. يعني يا دكتور أفهم من كده، لو العيان اللي جاي ده محتاج تكميم وأنا عملت له تحويل مسار، ده هنا يعمل مضاعفات أو العكس؟ هنا برضو في كلام كتير. طبعا التكميم عملية سهلة، مشاكلها إلى حد ما زي مشاكل بقية العمليات تكنيكال، يعني زي التسريب والحاجات دي، إلا أنه هي فيها عيب وحيد بس، اللي هو مع نقص الحديد، نقص الكالسيوم، لأن دي وظيفة المعدة. لكن مضاعفاتها أقل من غيرها، إلا أنه عيب التكميم أنه بينجح بنسبة 43-45%، وفي أوزان لا يصلح فيها التكميم. بمعنى أنه لو عيان عندي 160-180 كيلو وعملت له تكميم، 5 سنين هيرجع. وحضرتك طبعا سمعت أن في ناس رجعت كتير بعد التكميم. لكن هي عملية سهلة للجراحين، سهلة على العيان، يعني على سنة عملية يوم واحد، لكن ما هياش العملية الأيديال أو اللي هي الأساسية. بس اسمها عملية برضو يا دكتور. يعني